التعريف بالحول وخاصة الحول عند الأطفال هو ليس بمرض بل هو حالة كيوقع فيها خلل في الرؤية وخلل في الأعضاء ديال العين، والأكثرية ما كيجيو عندنا حنا المبصريين الآباء متخوفين، حنا المقابل الأولي ديال الناس متخوفين من الوليدات كيبان لهم داك المنظر ديال الحول وخاصة في الأشهر الأولى وعند الرضع. فمن تما حنا كنرسلوهم عند أطباء العيون المختصين بالأطفال، ومن بعد كيكون طبيب الترويض اللي هو لوغتوبتيست تهو كيلعب الدور ديالو في هادو المراحل، وآخر مرحلة كتكون عند المبصري اللي كي يجهز النظارة الخاصة اللي غتساعد هاد الطفل باش يكون عنده الاحتياجات ديالو تكون مصلحة بالنسبة للنظارات الطبية. أعراض الحول عند الأطفال أو عامة هي الوقت اللي لا يلتقي فيه حوار الرؤية، يعني محاور الرؤية عندنا 2، في كل عين عندها محور الرؤية ديالها اللي هو لاكس أوبتيك بالفرنسية، فكل محور عين كيعطي صورة للدماغ أو للشبكية. فمين كيكون هذا المشكل ديال الحول الأعراض ديالو هي ما كاينش توازي، يا با دو باراليليزم اونتر هاد لي زاكس اوبتيك، يعني ما كاينش توازي بين هاد المحاور ديال الرؤيه اللي هي ديال العينين بزوج. فهذا هما الاعراض اللي كتسبب اكثريه في الاكثر الحول، والاعراض الاخرى كتكون دماغيه او من العضلات ديال العين اللي كتكون تخصص ديال النورولوج طبيب الاعصاب وطبيب المخ، وكيكون لا قدر الله المرضيه يعني كيست او التهابات في الاعضاء في العضلات ديال العين. فكاين مشكل اخر اللي يمكن يكون من الاعراض ديال الحول هو مثلا الاطفال في الولاده كيوقع مشكل من كيتولدوا، فكيكون ضغط على الراس ديالهم، وبعض المرات كينتج منهم هاد الحول خاصه عند الرضع. العمر باش كيبداو هاد الحول يبان عند الاطفال الرضع الا كان عضوي، يعني خلل عضوي كيكون من الولاده، يعني الا كان من الولاده وتابع مع الطفل حتى من بعد 6 أشهر اطباء العيون كيقولوا الا فات 6 أشهر يعني هذا خلل عضوي. إلا كان كيتعالج طبيعيا، يعني حول طبيعي عند الأطفال وكنعرفوا بأن عند الرضع كيكون واحد الحول اللي هو طبيعي ديال الولادة، فهذاك الحول الطبيعي اللي كيتصلح من بعد كيمشي من بعد 3 أشهر أو 4 أشهر. فلهذا الأطباء العيون ما كيبغيوش يتسرعوا، كيقولوا للوالدين ما تخلعوش، فخليو تدوز واحد 4 شهور عاود جيبوا لنا الطفل باش نعاودوا نتاكدوا من نوعيه هذاك الحول ديالو، واش حول طبيعي ولا حول لا قدر الله غيكون عنده خلل واعراض باطنيه اللي غيكشف عليها بطبيعه الحال طبيب العيون، ومن بعد غيكون دور كبير عند طبيب الترويض اللي هو لوغتوبتيست اللي غيتجلى بحصص ترويض وحصص تقويم، ومن بعد اخر مطاف كيلتجؤوا للنظاراتي او المبصري اللي كيجهز ليكيبمون اوبتيك، يعني نظاره اللي غتصلح هاد المشكل، ويمكن ما تصلحوش ولكن غتخفف عليه وغتعالج له هذاك الشطنه اللي كتكون عنده، حيت الاطفال ملي كيكون عندهم هاد الحول كيبقاو يقلبوا، كتلاحظ الطفل كيبقى يحرك راسه كثير، او بعض المرات كيغطي واحد العين. انا كيجيو عندي مع الوالدين ديالهم وكنلاحظ، فلهذا كنعطيو نقص الخطر الوالدين، كنقول لهم هذا ماشي حول طبيعي، بحيكم الولد الطفل كيكون مهدي، يعني كتشوف اليد ديالو كتغطي واحد العين، وبعض الاطفال انا قلت لك كيحركوا الراس ديالهم باش كيقلبوا على شوفه افضل، وحتى كتجيهم العصب وكيجيهم ضيقه في الخاطر ديالهم. فهادو اطفال كيكون عندهم حقيقه حول دون ذوي اعراض باطنيه.